اهلا بيكم اصحابي الحلوين عاملين ايه وحشتوني خالص وراجعين مع حكايه الولد الذكي كان يا مكان في قديم الزمان كان في ولد وسيم وذكي جدا اسمه حسين والولد الذكي حسين ده كان عايش مع باباه ومامته وجده كان بيحبه قوي وكان دايما بيجيب له ألعاب وحاجات كتير جميلة وفي يوم مرة من المرات راح حسين عند غرفة جده عشان يلعب معاه لاحظ جده إن سلوك وتصرفات حسين مش كويسة وإن حسين عمل حاجات كتير غلط فضل حسين يتكلم مع باباه ومامته بصوت عالي ومسمعش كلامهم خالص وفي النهاية صرخ وزعق فيهم طبعا تصرفات حسين كلها عيب وغلط لكن جده فضل يراقبه وهو ساكت من غير ما يوجه ليه أي كلمة حتى مرة كانت مامة حسين بتتكلم في التليفون مع صديقتها ولقيت حسين قرب منها وخضها فجأة صرخت بصوت عالي فقال لها انتي مش سامعاني انا عمالة اتكلم معاكي مش بتردي عليا انتي ما بتسيبيش التليفون بعيد عن ايدك عالج جدا حسين الموقف وكان منزعج جدا لأن علاقة حسين بمامته ما كانتش كويسة وبعد كده طلبت مامة حسين منه مساعدتها في المطبخ لكن حسين رفض وقال لها أنت مش شايفاني بتفرج على التلفزيون يا ماما أنا مش عايز أعمل حاجة معاكي كمان في مرة من المرات رجع بابا حسين من شغله تعبان ومرهق جدا وقبل ما يقعد على الكرسي حسين جي جري وسبقه وقعد على الكرسي قبله وما احترمش باباه وده طبعا غلط فضل جد حسين يتابعه وكان متضايق جدا منه ومن تصرفاته اللي كلها غلط في غلط وكان نفسه يكون حسين ولد محترم وكل الناس تحبه قرر جد الولد الذكي حسين انه يتكلم معاه ودخل لحسين اوضته وقال له شوف يا حبيبي انا عايز اتكلم معاك شويه في موضوع مهم حسين قال نعم يا جدي في ايه الجد قال بصراحة أنا شايف أنك الفترة دي بتتصرف بطريقة مش كويسة ووحشة مع ماما وبابا ودي حاجة غلط وعيب لأنك ولد ذكي ومؤدب ومحترم حسين ليه يا جده بتقول كده أنا عملت ليهم إيه الجد قال له الدين يا حسين ادينا قواعد لازم نحن نتعامل بيها مع الأم والأب وده يا حسين أداب بر الوالدين وإن ربنا بيحملنا المسؤولية عليهم وهيحاسبنا واللي بيحسن معاملة باباه ومامته ربنا بيرضى عنه وبيدخل الجنة ومن أهم الأخلاق دي إننا نسمع كلامهم ونقول لهم حاضر ونعم وما ينفعش كمان إن إحنا نقول لهم أف أو يوه وما ينفعش نزعق لهم ولا نرفع صوتنا عليهم ولازم تكون صبور وتسمع كل الكلام لحد ما يخلصوا وما تقطعش في الكلام وبعد كده لو عايز تقول حاجة تقدر تقولها بأدب فهمت يا حسين؟ رد حسين وقال حاضر يا جده أنا آسف أنا تعلمت ومش هعمل كده تاني وتوتة توتة خلصت الحدودة ويا رب تكون مش ملتوتة وتكونوا يا أصدقائي اتعلمتوا منها عبرة صغنطوطة باي باي يا أصحابي هتوحشوني استنوني في الحكاية الجديدة